السلام عليكم. اليوم نعرفكم بصناعة جديدة تدخل النسيج الصناعي في الجزائر، وهي يعني صناعة مهمة جدا واستراتيجية في ميدان يعني الرياضة، وهي صناعة الكرات الرياضية وخاصة في ميدان كرة القدم. إذا نعرفكم بهذا المستثمر الجزائري الذي تعدى كل الصعاب وتحدى يعني كل العقليات، ودخل بمصنع جديد لصناعة الكرات نتاع كرة القدم خاصة، واللي يقع في ولاية برج بوعريريج. نخليكم بدون ما نطول عليكم تشوفوا هذا الفيديو اللي يتكلم على هذا المستثمر الجزائري العبقري، لأنه تطرق إلى ميدان لم يتطرق له أحد، يعني فيه نوع من المغامرة، كذلك نوع من الثقة في النفس. نخليكم تتابعوا الفيديو بدون ما نطول عليكم. السلام عليكم. تيمبال أول كرة تصنع في الجزائر. بهذه الورشة المتواضعة تمكن فريد من تجسيد فكرته وتحويلها إلى مشروع على أرض الواقع. بالطبع المنتوج تاعي يخضع لجميع المقاييس العالمية، والحمد لله أنه جربناه على أرض الواقع. نتمنى الحاجة الأولى أني نغطي السوق الوطنية، ومن بعد لما لا إن شاء الله نتوجه للتصدير نحو الخارج. ورغم أن الكرة جديدة في الأسواق، إلا أن الفرق المحلية شرعت في اقتنائها واستعمالها في التدريبات وحتى في المباريات. كرة حاجة مليحة، يعني احنا انا نونترينيو بها ولعبنا بها لي كومبيتيسيون، حاجه مليحه ما شاء الله. الماده الاوليه المصنوعه منها هذه الكره هي من النوعيه الجيده، تمتاز ب سمكه الغطاء الخارجي، كره من النوعيه الجيده ملائمه للتدريب حتى للمقابلات الرسميه. وعلى الرغم من حداثة المشروع، إلا أنه يمكنه خلق مناصب عمل في المنطقة من خلال تطويره وتوسعته. أنا كنت إنسان بطال، سمعنا بالمؤسسة اللي فتحت، جينا التحقنا بها والحمد لله رانا نخدموا. نتمنى إن شاء الله لأخونا فريد هذه المؤسسة اللي تزيد تطور أكثر وأكثر، وناس أخرين تزيد تلتحق بنا. عدد الانتاج الاجمالي في الورشه يوميا حوالي 200 كره، تحتوي الورشه على 7 عمال، وانا نتمنى ان شاء الله نزيد نطور في الانتاج باش نريكريتي الماكسيموم تاع الشباب باش هما يستفادوا، وانا في نفس الوقت نستفاد ان شاء الله. مثل هذه الأفكار التي تبدأ بسيطة يمكن أن تتحول مع اكتساب الخبرة وتوفير الإمكانيات إلى مشاريع كبيرة تسهم في الإنتاج الوطني.